كل مطربينا واحتفالاتنا موجودين في جرش، وانتوا عارفين انه جرش بتحتفي هذا العام بمصر كهي دولة او ضيفة الشرف في مهرجان جرش لأول مرة في تاريخ المهرجان اللي أقيم من 37 عام في دورته 37. الصورة بتقول انه أمير الغناء العربي هاني شاكر اللي قدم الحقيقة حفل غنائي كبير ورائع ضمن فعاليات مهرجان جرش، وده كان بالأمس. وطبعا المهرجان عامل شعار لطيف جدا ويستمر الفرح، والحفل طبعا أقيم بحضور جماهيري كبير في المسرح الشمالي في مدينة جرش الأثرية زي ما أنتم شايفين. ده هاني شاكر، مش عارفة لو مخرجنا عمرو ممكن يسمعنا مقطع كده لو هينفع نسمعه وهو بيغني. والحقيقة الجمهور تفاعل. حلمك شاور عليك عليك زي ما انتم عارفين. إذن كل الأصوات الغنائية المصرية بتغني من العالمين لجرش، وكل الأصوات العربية اللي بنرحب بيها أيضا على أرض مصر اللي بيغنوا أيضا في مهرجان العالمين.